منذ بداية العام 2015 للميلاد تفاعلت محافظة شبوة ممثلة في سلطتها المحلية وقواها السياسية والشبابية والقبلية مع المستجدات المتسارعة على الصعيد الوطني. ففي 24 من كانون الثاني يناير شهدت المحافظة لقاء موسعا للمكونات السياسية والاجتماعية وقيادات السلطة المحلية احتجاجا على قيام الميليشيات الانقلابية باختطاف مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور أحمد عوض بن مبارك. وكان نتيجة ذلك اللقاء مفاجأة للجميع، فقد اتخذت السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ الراحل أحمد علي بهاج وبدعم من المكونات السياسية والقبلية قرار بوقف عمليات إنتاج النفط في جميع الحقول النفطية في شبوة. وفي شهر شباط فبراير أعلنت المكونات السياسية والاجتماعية والسلطة المحلية رفض أبناء شبوة لما يسمى بالإعلان الدستوري الذي أعلنه الانقلابيين. وفي شهري فبراير ومارس شهدت عدد من مناطق المحافظة استعراضات قبلية حاشدة أقامتها بعض قبائل شبوة أعلنت فيها تأييدها للشرعية الدستورية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي ورفض تام للميليشيات الانقلابية ومن تحالف معها. يوم 9 من نيسان إبريل 2015 للميلاد كان مخيبا للآمال، كان يوما استثنائيا وسوداويا على أبناء محافظة شبوة. ففي ذلك اليوم سقطت عاصمة المحافظة عتق بيد الميليشيات الانقلابية وقوات المخلوع صالح، بعد أن تواطأت قوة محور عتق العسكري مع الانقلابيين وقوات المخلوع وسلمت المدينة للانقلابيين، بعد أن كانت المقاومة الشعبية تخوض معارك شرسة على تخوم المحافظة منذ أكثر من أسبوعين. ردا على تواطئ القوات العسكرية في إسقاط عتق سارعت المقاومة الشعبية في المديريات الجنوبية من المحافظة إلى استعادة بقية الألوية من يد ميليشيات الحوثي والمخلوع والحفاظ عليها، حيث دخلت يوم 13 من إبريل إلى اللواء الثاني مشاه جبلي في ميفعة واللواء الثاني مشاه بحري في بلحاف. رغم سقوط عتق لم تستسلم المقاومة الشعبية بقيادة محافظ المحافظة أنذاك أحمد علي بهاج، فواصلت معاركها ضد الانقلابيين ومنها معركة جبل الخفعة المطلة على مدينة عتق، غير أن المحافظ بهاج استشهد عقب تلك المعركة وذلك في 23 من مايو. ظلت جبهة قرن السوداء في مديرية حبان مشتعلة بمعارك بين المقاومة والانقلابيين، واستطاعت تلك الجبهة التي كان مقاتلوها من قبائل لقموش الحميرية منع الانقلابيين من التقدم والتوقل نحو مينائي النشيمة النفطي وبالحاف الغازي في جنوب شرق شبوة. وفي 15 من أغسطس انسحبت ميليشيات الانقلاب وقوات المخلوع صالح من مدينة عتق والمديريات المجاورة لها، بعد أن تعرضت لحصار خانق من قبل المقاومة الشعبية، غير أن معارك الجيش الوطني والمقاومة الشعبية استمرت وما زالت مستمرة لتحرير ما تبقى من أراضي المحافظة وتحديدا مديرية بيحان. حسن البريكي، قناة سهيل، محافظة شبوة.